شكرا لدوز على الاستضافه هذا. بالنسبه للحكم فهو حكم عادي بالنسبه لنا احنا، ما تفاجئناش زعما بهذا الحكم اللي صدر عشيه هذا اليوم. اتصلوا بي بعض الاخوان على هذا الحكم، وانا بالي حكم عادي نزيه. الناس اللي شرفوا على هذا الحكم كانوا في مستوى عالي، اللي باقي لينا هو ما خص الفريق ديالنا يتضر ان شاء الله. سمعنا بلي ما راه عطى واحد السنه ما يشاركش، ولكن حنايا كقدماء اللاعبين ومسيرين ومدربين صف النهضه القنيطريه غنحاولوا ما امكن ونديروا جهدنا، نديروا واحد الاجتماع فيما بيننا ان شاء الله، وغادي نحاولوا نديروا استئناف نستانفوا. باقي ما عرفناش القانون شحال خصو، 10 ايام ولا شحال حق الاستئناف باش نستانفوا باش يرجعوا لنا الفريق ديالنا هذه السنه. لحقاش الفريق ما دار حتى شي حاجه، الاسم ما دار حتى شي حاجه، فاللي دار العقوبه كيتساهل الذنب. فهذوك الاخوان اللي داروا هذه العقوبه راه تستاهلوا هذا ديالهم، وراه دزنا في عده منابر اللي احنا ديجا هضرنا على هذا المشكل، والناس المسؤولين لا في الجامعه ولا في العصبه راه داروا اللي خصو يدار، والحمد لله راه هذا الشيء نصدر هذا الحكم هذا. راه فرحنا كاملين وعجبنا الحال، واللي بقى فينا هو الفريق ديالنا ان شاء الله اللي غادي نحاولوا ما امكن باش نعتقوه. ومن هذا المنبر هذا كنقول لاي واحد جا ما عنده حتى علاقه بكره القدم ما يبقاش يجي يتدخل لا للنادي القنيطري ولا للنهضه القنيطريه. هذا السيد الرئيس ديال النهضه القنيطريه اللي دار هذه الحاله اللي وصل الفريق لهذه الحاله راه كيضرب دابا حاليا، باغي يشد النادي القنيطري، باغي يدير الرئيس ديال النادي القنيطري، ما عنده حتى علاقه. السيد كيعرف عنده المهنه ديالو هي البناء، راه اللي شفتو حتى التصريح اللي خرج به ما عرفش يهضر حتى على الكره، ما عرفش يدافع حتى على راسو، ما عرف حتى. احنا انا كنتفاجئ، انا كنقول القنيطريين فينا هما؟ هاد القنيطريين فين؟ واش حنا علي جبراني جا دخل علينا نجي نعطيه الكاك نعطيه النهضه؟ هذا راه الحماق هذا الشيء. شرا ما بقيتش انا عارف كاع، انا القنيطريين تخلطوا لي، ما بقيتش كنعرف كاع القنيطريين. لحقاش الناس ديال الرياضه كلهم هربوا، حتى واحد ما بغى يبقى يسير لا في كاك لا في نهضه لا ولكن كاين بعض المتملقين اللي كيجي واحد كيخلص عليهم كاس القهوه تيوليو يصفقوا ليه وتيوليو يردوه هو ما عرف شكون هو. الدليل على ذلك هو دابا هذا السيد العام اللي فات، انا هذه الهضره هضروها معايا الناس ديال المدينه، ديال المدينه الناس اللي راهم ناس كبار بصراحه. السنه اللي مضات كان بغى يشد النادي القنيطري، وكنت من ضمن الناس اللي استشروا معايا على 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 كاتياش المسكين راه هو ما تيعرفش يقول حتى الكره، تيقول الكوره. وهذا السيد هذا انا ماشي كنتحكم عليه ولا، ولكن راه الواقع، انا تنقول الواقع، والاخوه راه عارفيني بالصراحه ديالي بالواقع ديالي، كنهضر ديما كنهضر نيشان. حنا المهم اللي مهم دابا هو نعتقوا الفريق ديالنا حنايا، ما يمشيش ضحيه. وكنتمنى لا من الاخوان ديال الجماهير القنيطريه باش يخليو حتى فريق النادي القنيطري، ويخليو ولاد البلاد يجيو، ولاد الفرقه يجيو، ويخليو رئيس يكون ولد المدينه اللي عارف غيسير الفريق. راه هذوك كيجيو كيجيبوا لك لعابه ناس ما تيعرفوش، ما تيعرفوا لا تسير لا والو. والدليل على ذلك هو النتائج. هذا الرئيس ديال النهضه القنيطريه ديجا كنقرا في النادي القنيطري مع المسير اللي سبقوا اللي خرجوا على النادي القنيطري، راه كان معاهم في المكتب وتعلم منهم داكشي اللي تعلم. كي جا النهضه القنيطريه جرعوا ثاني على كل شيء، على دوك المسؤولين اللي كانوا قدام وعلى المدربين وعلى كل شيء، وجاب ناس ديالو اللي ما انا والله الا كنستغربني كنشوف شي مدربين تما في النهضه ولا. انا بعت انا شخصيا 24 سنه دوزت في النهضه، دوزت 14 عام كمدرب والسنوات الاخرى كلاعب. لما بصراحه انا هذا العام ما تفرجتش كاع في النهضه نهائيا، ما مشيتش تفرج فيها ما شفت حتى شي حاجه. وحنا السيد راه رغم ذلك حنا كقدماء اللاعبين ما غاتفرقوش معنا، باقي غنمشيو للقضاء، باقي غنمشيو على السيد وكيل الملك. حنا راعينا على هذا العواشر هذا، ان شاء الله من غادي يدوز هذا العيد ان شاء الله، الله يدخلوا لنا بالصحه والعافيه، غادي نلتجئوا للقضاء على هذا المشكل ديال فريق خسر 23-0، ما 23-1 راه ما كايناش. بريمير ميطا 1-1، دوزيام ميطا 22، هي زيدها واحد ديال بريمير ميطا هي شحال؟ هي 23، لا ما يمكنش. هذاك السيناريو اللي كان داز كنضر في 87 فريق النهضه القنيطريه كان وقعوا عليه مشاكل، كان كيتخبط من الناحيه الماديه، كانت ما عندهمش، وكان كانت واحد الحساسيه في ديك المقابله. وحنا عرفنا كيفاش الاخوان حتى تعتقلوا لا المدرب لا اللاعبين ديال النهضه القنيطريه اللي كانوا ديك الساعه بريمير ديفيزيون وطاحوا لدوزيام ديفيزيون، وتعتقلوا شي سبعه اللعابه وفيهم المدرب وفيهم السوانيور كنظن والمصور. المهم هذيك الحاله ماشي هي الحاله ديال دابا، هذوك ما خسروش ب 23،
هذوك يمكن هذيك المقابله انا تفرجت فيها شخصيا، كنت باقي صغير وتفرجت فيها، يعني تفرجت في المقابله ما بان لي فيها حتى شي حاجه والله اعلم، باقي تنقولها دابا. ربما كانوا هذوك اللعابه بيع الماتش، ولكن راه لعبوا نيشان عادين خسروا، راه غيشدوا الفلوس ربحوا، راه ما عندهم حتى شي حاجه، ما غيشدوا حتى شي حاجه. هما خسروا، هما ذاك العام تقريبا راه تقريبا الماتشات كاملين خسروهم هنا في البلاد، ماشي غير ذاك الماتش. دوك راه ما يمكنش الناس يبقى يبيعوا من الله في ذاك العام. وباقي تنقول لك والله اعلم، انا ديك الساعه كنت في نادي قنيطري. بالنسبه لهذا العام حنا كنلعبوا في العصبه، كنلعبوا فيها، كندير مع الدراري باش يعطيهم دي بريم، دوك شي دراري مزيانين ما بقاوش كيجيو ليه، ما بقاوش كيجيو يلعبوا. شنو حنا ما كاينش، حنا راه بريم كيطلبوا اللعاب 100 درهم، ما كيطلبوش شي حاجه كثيره. والوعود اللي كان دار هو الخاويه، وكانوا جابوا واحد الكار وكاتبين فيه النهضه القنيطريه، وصوروه وصوبوه وقدوه ولاحوه، لاحوه راه شافوه الاخوان كاملين، النهضه راه غادي يجيها كار، غادي يجي. وبقى يوهم عباد الله، وتعاملوا معاه شي وحدين ضامنوا معاه، هادو قنيطريين ضامنوا معاه، وقنيطريين وحاشا باش يكونوا قنيطريين صراحة سيدي ربي، وضامنوا معاه وجابوه وحطوه رئيس، وبداو يجريو معاه، وفي الاخر قلب عليهم، وفي الاخر دابا راه حاليا دابا راه كيكريتيكيو فيه بلي راه ما يليقش، راه ما هادي، وانتم اللي جبتوه، شكون اللي جاب هاد الرئيس؟ انتم اللي جبتوه، هذا هو المشكل ديالنا. بالنسبه باش نرجع لك اخويا للسؤال ديالك، بالنسبه لهاد السنه ما واش النهضه بريمير ديفيزيون خسروا 23 وراه جوج لواحد باش خسروا، واش هي 23 في الاخر خارج بالتصريح تيقول لك انا ما كنتش فرش بريمير ميطا، خريتهم واحد واحد ومشيت وجبنا الدراري الصغار والكبار ما بغاش يجيو. وبعد دابا هو دابا مع من تيهضر، كيهضر مع ناس حريفيه، لاقاش انا تصنت ليه؟ داكشي اللي كيقول كيكذب، كذاب كيكذب في راسو كل شيء، وكل شيء دايره هو، وماشي اول مقابله كتباع، راه تقريبا راه الروتور كله تقريبا تباع. تيكذب تيقول لك مشيت وما فراسيش، وقالوا لي 16، واش هاد الخرجه خارج بها؟ قالوا لي 16 ولا 15، واش هاد الهضره خارج بها؟ واش انت رئيس ديال الفرقه غتسمح في الفرقه وتخرج تمشي؟ تخرج تمشي باش قلت لي واحد في التليفون وسامح فرقه قداش ديال المدينه، ومني رجعت قالوا لي 16 وانا كاع ما سمعت. واش هادي التخربيق هذا؟ الرئيس اشنو هاد الكره فين ولات؟ الله يستر وصافي، هادشي اللي نقول.